يحمل مشاعر ومواهب فنان. إنما في الحقيقة أنا لما أشوفه على طول أحس بالتلمذة. لما أقول تلمذة، التلمذة إما على كتاب أو على أشخاص. والشخصية الفريدة اللي هنتقابل معاها النهاردة تتلمذت واهتمت بالتلمذة سواء على الكتاب أو على الأشخاص. على الكتاب بتميز، أنا درسته في الثانوية العامة وحصل على بكالوريوس الصيدلة. إنما ده الكتاب العلمي، هو خادم ويحتاج أن ينمي معرفته الدينية أيضا، فكان لابد من التلمذة. فبمجرد الانتهاء من دراسته في الصيدلة يتلمذ على الإكليريكية في اسكندرية. ولكن بإضافة لخدمة كان لابد أن يعمل، ولم يكتفي بدراسته على مستوى الصيدلة، إنما كان لابد له بسبب محبته للتلمذة أن يستمر في الدراسة لتنمية قدراته في مجال العمل. فحصل سنة 85 على زمالة هيئة الصحة العالمية من إنجلترا. ولكن ربنا اختار خدمة أوسع برتبة أعلى، برضو يهتم بالتلمذة، يهتم بالمعرفة، يهتم بالدراسة، يهتم بتطوير إمكانياته المعرفية اللي ممكن تفيده في مجال خدمته. وما أقل من يفعل هذا، لأن دوامة الخدمة بتسحبنا بسبب كثرة انشغالاتنا في الخدمة. ينتقل من مصر إلى أقصى الشرق إلى سنغافورة عشان يستكمل دراسة في التعليم المسيحي والإدارة، وكان هذا سنة 99. ولكنه قد سبق وسيم أسقفا سنة 97. التلمذة على الكتاب والتلمذة على الأشخاص. رغم أن مولده في المنصورة، إنما نشأته في دمنهور، فكانت خدمته كخادم وشاب في دمنهور، وبعد رهبانته استمرت خدمته كراهب في دمنهور. أنا اتولدت في المنصورة، أسرتي أصلا من المنصورة، وعشت في المنصورة لغاية 5 سنين. وبعد كده بحسب عمل والدي كمهندس مساحة اتنقل سوهاج، فدخلت المدارس في سوهاج. كان جديد عليا بقى في سوهاج في مصر. في سوهاج كانت الدخول المدارس هناك في سوهاج كان في حبرية المتنيح نيافة الأنبا أنطونيوس اللي كان قائم مقام. وابتديت في سوهاج أولى وتانية وتالتة ابتدائي. والحقيقة عشت أيام حلوة، وفاكر كان في كاهن تنيح ضروري دلوقتي كان ياخدني أنا وأختي نروح مدارس الأحد وإحنا صغيرين كده، وكان عنده عربية فولكس سودا صغيرة، فارتبطنا في الكنيسة من صغرنا. بعد 3 سنين برضه دور الكاهن الحلو اللي ناس جايين برضه في المنطقة وعايشين ياخدوا، لو كان يفتقد الأسرة باستمرار. بعد كده أسرتي اتنقلت لدمنهور، ودمنهور تعتبر بلد يعني مش ملناش فيها حد قرايب او حد في دمنهور. ابتديت في المدرسه، مدرسه الاقباط في مدينه دمنهور، وكانت النظره اللي في المدرسه شقيقه البابا كيرلس ابله شفيقه، فاهتمت بتربيتنا جدا في المدرسه. كانت مدرسه وما زالت يعني مدرسه لها عمل منتظم حلو. وسنة 67 بعد ما اتنقلنا دمنهور والدي توفى. كنت توفى وانا رايح يوم الامتحان الاعدادية في الصباح، وفضلنا في دمنهور. وصار لي اختين، اخت اتولدت في المنصورة واخت اتولدت في دمنهور، وعشنا في دمنهور. دخلت الجامعة بعد كده، بس كل
في اسكندريه، في صيدله اسكندريه. بس كل المراحل دي في ارتباط قوي جدا بالكنيسه للاساس في السن الصغير. عايز اقول لنيافتك ان والدتي من منطقه دير الست جنيان، انا اعرفهم كويس. فاحنا يعني اخوال سيدنا لهم مكانه كبيره جدا في قلبي، ولهم دور مميز جدا في منطقه البراري على مدى عقود الحقيقه. وكنا نقضي فترة الصيف دايما في دير الست جميان. فمن صغري أسمع إحنا رايحين الدير جايين من الدير مش الكنيسة. وعصرت نيافة المتنيح الأنبا تيمساوس. التيمساوس كان يتميز بدقن طويلة كده بيضة، فعلا كان ياخدني في حضنه كده وأنا صغير ويقول لي أنا عمت والدتك وجوزتها. وبعدها نيافة المتنيح لأنبا اندراوس. وأنبا اندراوس أصلا أسرته من دمنهور، وأشقائه هم اللي ربونا يعني في دمنهور. بلغهم سلام يعني الأسرة دي لها مكانة كبيرة. أبونا أنطونيوس وكيل المطرانية وأبونا الرئيس في كنيسة الملكة في الدار، هم اللي ربونا يعني الحقيقة واهتموا بينا. فضلنا كده أسمع الدير يعني من صغري، اسمع كلمه الدير من خلال البراري، من خلال البراري اللي نقضي فيها شهور الصيف كلها. رايحين الدير جايين الدير، حتى كنا نلعب هناك في الارض الحمراء اللي هي بتاعت الدير دي، وكنا لما نقع ونتجرح يقولوا ما تخافوش خدوا من التراب وحطوا على الجرح. يعني الارض الحمراء دي الارض اللي فيها قيل انها فيها الاثار بتاع الدير القديم بتاع قديسه دمياط بالظبط. فكانت كل الحياه كلها مرتبطه بالكنيسه. والحاجة اللطيفة ان كانت أسرة والدي دايما يسألونا على الكنيسة، على نيافة أنبا بخوميوس، على حضورنا وارتباطنا. لأن ليا أعمام أباء كهنة، أول كاهن تنيح في أمريكا أبونا أنطونيوس باقي. أباء مميزين جدا. ابنه في أمريكا حاليا، وابنه أبونا أنطونيوس، وأبونا يوحنا باقي في كنيسة ماري مرقس مصر الجديدة، وابونا يوحنا زكريا في الشرقه، وهكذا يعني. فكان العالم بتاعنا هو عالم الكنيسه وعالم الدين. ودرست حاجه في الصيدله متخصصه بنسميها الهندسه الصيدليه، وبرانش فيها الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس بتاع انتاج الدواء. فده كله الدراسه بتاعت صيدله علمت الواحد التدقيق. نفسك تعرف ده دواء يعني بالجرام. خلاصة البابا الأنبا تواطروس الثاني وإلى دمر الخير. آمين.